منورة بيكم. دلان دولي لي يعني، كلميني الأول عن يعني التنظيم والاستقبال، كل شيء على ما يرام ولا ليكوا أي ملاحظة؟ والله الصراحة يعني تنظيم على العال، تنظيم 100 100. الإخوان المصريين، الثقافة المصريين يعني هي تنظيم ثقافة وتقاليد، والإخوان المصريين عندهم الثقافة هي معناتها ما شاء الله، دونك ما لقيناش حتى مشاكل الحقيقة من اللي حطينا يعني نساتنا في مطار القاهرة الدولي. الحقيقة لجان معناتها لجان مختصة، كل لجنة مختصة في حاجة، جاتنا لجنة الاستقبال فتحوا بينا هزونا الأوتيل، ما لقيناش حتى تعطيلات في السكنة يعني بدا تمام، كانت الأمور كويسة على العال يعني، إقامة ممتازة مريحة للوفد التونسي، معانا مرافق يعني الحقيقة لجنة التنظيم عاملة اللي عليها، برافو 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 لك والمصريين على التنظيم. أكيد مرحبا بيكم كمان، منورين مصر كلها. وعايز أسمع تعليقك عن مباراة أمس النادي الأهلي والصفاقسي طبعا، يعني شفت المباراة إزاي؟ والله نشوف المقابلة على الورق، كنا يعني نعتقد أن المقابلة متكافئة، يعني الأهلي المصري فريق قوي باسمه، وكمان النادي الصفاقسي أكيد فريق يعني باسمه ومعروف في الوطن العربي. لكن الحقيقه يعني ظروف يعني الميدان، ظروف كانت ظروف اخرى بطبيعه، النادي الاهلي يعني شجعوا برشا الجمهور نتاعو، يعني كان عطاه دفع معنوي كثير برشا، هذه حاجه اخرى تحس معناتها ذهنيا فريق الاهلي المصري كان جاهز اكثر من فريق النادي الصفاقسي التونسي، هذا عامل اخر يعني يخدم مصلحه الاهلي المصري. بالنسبه نحكي نتوا على الفريق، يعني الحاجه اللي عملت الفارق في المقابله هذه يمكن برشا هي الاجنبيه، اجنبيه النادي الاهلي الاوكرانيه كانت احسن على مستوى على كل المستويات من اجنبيه النادي الصفاقسي الاوكرانيه فولين، على كل النادي الاهلي المصري اظهر خبره اكثر من النادي الصفاقسي، وهذا اكيد معقول جدا بصراحه، يعني النادي الاهلي المصري يشارك في البطوله العربيه هذه تقريبا كل سنه، الموسم الماضي كان فاز بها هو 8 بطولات النادي الاهلي المصري، في المقابل النادي الصفاقسي عنده 17 سنه ما شاركش في البطوله العربيه هذه، دونك هنا الخبره سلمت وكانت الغلبه للنادي الاهلي، وهو في الحقيقه كان احسن على مستوى الميدان. طب دلان ده احنا في بطولة أفريقيا أكيد للأندية الأبطال هتبقى في شهر مارس، هل هنشوف الصفاقسي التونسي بيشارك في بطولة أفريقيا ولا ممكن نشوف فريق تاني زي قرطاج من تونس في مشارك في البطولة الأفريقية؟ والله ما نكذبش عليك، أنا المعلومة ما زلت ما عنديش، لكن أنا خليني أقول لك إني تحدثت مع رئيس الفرع ورئيس الوفد بتاع النادي الرياضي الصفاقسي، حكيت معاه حتى النادي الصفاقسي ما يعمل شخصية الألقاب وما يعمل يعني ما يوصل يهز القاب الا بالمشاركه الدوليه، كانت سؤال يعني معناتها في البطولات العربيه او في البطولات الافريقيه، قال لي صحيح كلامك صحيح، دونك نتخيل اذا يحب نادي الصفاقسي اليوم يهز القاب مع يعني فتيات كره الطائره، مع مين كان يشارك في البطولات الافريقيه والبطولات العربيه، لكن المعلومه الصحيحه الحقيقه ما عنديش، ولو انه رئيس الوفد الاستاذ يعني ناجح مر امامي قد ناخذ لكم يعني في تصريح استاذ ناجح مع قناه الاهلي في مداخله معاهم في المباشر، يعني هم يسالوني انه النادي في البطوله الافريقيه المقبله هل باش يشارك النادي الصفاقسي في البطوله هذه ام لا؟ السلام عليكم. ان شاء الله سنشارك في البطوله الافريقيه المقبله اللي تقام في مصر ان شاء الله. وهذا تاكيد استاذ هيثم انه النادي الصفاقسي بيشارك في البطوله الافريقيه المقبله، كما كنت معك قبيله يعني المشاركات هي اللي تخلي النادي الصفاقسي قال قدره ربي غدوه العام الجاي اللي بعده نجم يهز القاب. صحيح، وده يعني اهلا بيكم اكيد طبعا، واكيد هتبقى البطوله الافريقيه ستشهد منافسه جديده، وطبعا نتمنى اكيد نشوف اكبر عدد من الفرق التونسيه بتشارك، لان الحقيقه مشاركه الفرق التونسيه بتدي يعني مستوى فني كبير لاي بطوله بيشاركوا فيها، ولا ايه رايك يا دلندا؟ صحيح، هو الحقيقه بتاع ربي يعني كي نقولوا بطولات عربيه بطولات افريقيه نقولوا تونس ومصر، الحقيقه بتاع ربي، وحتى الفرق الجزائريه او السودانيه او منعاش المغربيه يعني مش كان في كره الطائره، الحقيقه انا في شهر اكتوبر كنت يعني في لبنان في البطوله العربيه لكره السله،
يعني صحيح لبنان عندهم تقاليد كثيره في كره السله، لكن الفرق المصريه فيما تقعد عندها والفرق التونسيه عندها حدود اكثر من الفرق الاخرى او الدول الاخرى في التتويج في البطولات هذه. صحيح، يعني الاعلاميه ديلاندا ديوان شكرا جزيلا وجودك معنا. الحقيقه كان لقاء مهم وخدنا تصريح اكيد طبعا نادي صفاقس التونسي سيشارك في بطوله افريقيا القادمه باذن الله في شهر مارس، وطبعا عرفنا هذا من رئيس الوفد الصفاقس التونسي. الحقيقه يعني اتعلقت على ماتش امبارح، بنشكرك شكرا جزيلا، وقالت كمان ان ماتش